بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، لقد حاولنا في هذه المجالس القرآنية المخصصة للقراء المغاربة ببلاد المهجر أن نطل على أصوات متميزة من مختلف البلدان التي تتواجد بها جالية مغربية. لهذا نسعد اليوم باستقبال قارئ مغربي مميز رسم لنفسه مسارا إقرائيا متميزا ببلاد العم سام الولايات المتحدة الأمريكية. إنه القارئ الشيخ عبد الحميد أسكام، مدير دار القرآن بالمركز الإسلامي لمقاطعة باسيك بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. تلقى الشيخ عبد الحميد أسكام علوم القرآن وأحكام تلاوته بدار القرآن عبد الحميد حسين بالرباط على أيدي شيوخ أجلاء أمثال الفقيه المرحوم محمد بربيش، المقرئ المرحوم أحمد الشقاوي، المقرئ المرحوم أحمد الزياني، وحاز على العديد من الجوائز على المستوى الوطني قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أزيد من 20 سنة، ليؤسس لنفسه مكانة مرموقة بين قراء متميزين من مصر والشام وشبه القارة الهندية. إليكم نموذجاً من تلاوة الشيخ عبد الحميد أسكام من الولايات المتحدة الأمريكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لو أنزلنا هذا
شكر الله للقارئ عبد الحميد أسكام هذه التلاوة الطيبة وجعلها في صحيفة حسناته وحسناتنا جميعا. أيها المتابعون الكرام، إن عناية المغرب بالقرآن وأهله لا تقتصر على الإطار المحلي، بل تمتد لتشمل محيطه الإفريقي. ومن مظاهر ذلك تنظيم جائزة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة للقرآن الكريم، وهي مسابقة تنظم على الصعيد الإفريقي بمشاركة قراء وحفاظ من جميع الدول الأعضاء في المؤسسة، وعددها يتجاوز 30 دولة، حيث نظمت الدورة الأولى من هذه المسابقة القارية بمقر المؤسسة بمدينة فاس بالمغرب سنة 2019، وكان مقرراً تنظيم الدورة الثانية بجمهورية الغابون سنة 2020، لكن ظروف الجائحة العالمية حالت دون ذلك، اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن الإنسانية جمعاء. نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذا اللقاء الذي هو خاتمة لهذه اللقاءات القرآنية المباركة التي اجتمعنا فيها على الاستماع إلى كلام الله بأصوات مشاهير قراء الجالية المغربية بالخارج. رأينا من خلالها نماذج متميزة تبعث حقيقة على الفخر والاعتزاز. أملينا أن تتاح لنا الفرصة مستقبلا للحديث عن جانب آخر من جوانب عناية المغاربة بالقرآن الكريم، وشاكرين لقناة أواصر هذه الخطوة المباركة التي تندرج في سياق عنايتها بكتاب الله وتكريم حفظته ومجوديه. عيدكم مبارك سعيد، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.